هنقول اول مرد اللي هو بالشفاعات تتم برزبيل، هنقوله كلمات وبعد كده ناخد جزء جزء في اللحن. يتن برزفيا، هي تن برزفيا، انتاتي ثيوتو كوس، انتاتي ثيوتو كوس، اف اواب ماريا، اف اواب ماريا، تشويس التشويس، اريه مطنان، اريه مطنان، ام بي كو ايفول، ام بي كو ايفول، انتان النوف، انتان النوفي، تن اوشت، تن اوشت، اموكو بخريستوس، اموكو بخريستوس، نم بكيوتن اغاثوس، نم بكيوتن اغاثوس، نم ببنفما اس اواب، نم ببنفما اف اواب، جي اك اي اكسوتي امون، جي اك اي اكسوتي امون، ايليوس، ايليوس، ايرينس، ايرينس، ثيسيا، ثيسيا، اني، اني، ثيوس، ثيوس. نقول باللحن ماشي. نقول هي تنبرز فيا انتاتي سقوطو كوسس او ابماريا. نقول الجزء ده؟ اتفضل. هي تنبرز فيا انتاتي سقوطو كوسس او ابماريا. تمام. تشويس اري اه مطنان بكو ايفول انتان النوفي. تشويس اري اه مطنان بكو ايفول انتان النوفي. تن او اشتم وكو بخرس تو صوتي امون. إليوس، إليوس، إيرينس، إيرينس، ثيسيا، ثيسيا،
إيرينيس. تاني إيرينيس. نقول الكلمتين إليوس إيرينيس ثيسي الأول سيسي سيسي إيا. طب نقول الثلاث كلمات إليوس إيرينيس زي المسيح. ها سيئوس. يبقى اللي بتختلف في اللحن إيرينيس إيرينيس سيسيا إيني. نقول الخمس كلمات. ها إليوس إيرينيس في Βέιαλ τέτηθε ότο κόσεθ ο αμάρεια τσόις αριέλ μοτ νάν εμπίκο εβόλεν τέλεν νόβι τεν ου ως τέμμοκο βεχερεστό. طبعا في ايام الاحد بنقول بدل جي اكتون اه و...
لو في اوقات تانية بنقول حاجات يعني مثلا من عيد من برامون الميلاد برامون الميلاد لحد عيد الختان نقول جاء في ماسك ولدت وخلصتنا من برامون الغطاس لحد عيد عرس قانا الجليل نقول جاء كتش أمس اعتمدت وخلصتنا من جاء بأشك بس ما أظنش يعني في عيد الصليب مثلا هل تتقال جاء بأشك ولا في عيد الصليب جاء بأشك في عيد الصليب اللي هي صلبت ومن البسخة الأولى الساعة التاسعة من يوم حد الزعف لحد وطبعا برضو الجناز العام لحد سبت الفرح برضو بنقول جاء في أشك وفي الجنازات بنقول جاء في أشك ومن وبعدين جاء كتونك من عيد القيامة لحد 50 لحد حلول الروح القدس عيد حلول الروح القدس وبعد كده بتتقال في الأحاد لحد شهر هطور نهاية شهر هطور جاء اكتوبر خلاص ودي القاعدة بتاعة تغيير جاءك إي مع المناسبات المختلفة على مدار السنة في أي لحن تاني مش كده برضو يعني دي قاعدة عامة تمشي على أي لحن بتيجي فيه كلمة أك إي تتغير زي ما حضرتك قلت في المناسبات المختلفة طول السنة تمام.